في الحقيقة بمناسبة استجابة السيد رئيس عبد الفتاح السيسي لتوصيات الحوار الوطني بخصوص الحبس الاحتياطي، قرر الرئيس الإفراج عن 151 شخص كانوا محبوسين احتياطي على ذمة قضايا لسه قيد التحقيق. دي خطوة في الحقيقة كبيرة جدا ومهمة جدا، يعني قامت بها القيادة السياسية شاذلي. بكل تأكيد يا بسنت، وبتتماشى طبعا مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. كمان الخطوة دي بتأكد أن الدولة جادة في تحقيق العدالة وتعزيز حقوق الإنسان. عشان نتعرف على تفاصيل أكتر عن هذا القرار وأثره، كمان معانا الأستاذ محمود بسيوني، رئيس تحرير أخبار اليوم وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان. يا أستاذ محمود صباح الخير يا فندم. صباح الخير على حضرتك وعلى كل مشاهدي، صباح الخير يا مصر. يا أهلا بحضرتك أستاذ محمود. إزاي تابعت استجابة سيادة الرئيس بالإفراج عن بعض المحبوسين الاحتياطي، طبعا استجابة لتوصيات الحوار الوطني؟ يعني بالتأكيد قدام تطور كبير جدا، وطبعا مثل هذه الاخبار بتدي حاله من الارتياح لدى مجلس القومي لحقوق الانسان، كل منظمات حقوق الانسان، حتى الاحزاب السياسيه المنضمه في الحوار الوطني واللي طلبت بمثل هذه المطالب من قبل، واللي بياكد انه الاصلاح السياسي في مصر يسير في مساره الصحيح، وان حقوق الانسان في مصر بتجد من القياده السياسيه كل اهتمام، وانه في اراده سياسيه حقيقيه لانهاء هذا الملف. احنا بنشوف تتالي للقوائم، وهذه القوائم كلها يعني اقدر اقول لحضرتك انه لجنه الشكاوى في المجلس القومي لحقوق الانسان بتتعاون بشكل كامل وتام مع لجنه العفو الرئاسي، بالاضافه لعدد من المنظمات الحقوقيه وعدد من الاحزاب اللي بتبعت الاسئله للجنه العفو الرئاسي. والحقيقه ان احنا بنلاقي استجابه كبيره جدا من السيد الرئيس في الافراج عن هؤلاء المحتجزين، واللي ربما كان في توصيات كمان من الحوار الوطني بتاكد انه في ضروره لانهاء هذا الملف، وده اللي ربما شفناه بالامس وبنشوفه مع تتالي هذه القوائم، انه في استجابه، وده كله بيدي ثقه في المؤسسه الوطنيه المجلس القومي لحقوق الانسان، وبيدي مؤسسه وبيدي برضه الثقه للحوار الوطني في انه يقدر يقوم بعمليه اصلاح السياسي بشكل كامل وبشكل يرضي كل المصريين. طيب قرار الافراج عن 151 شخص من المحبوسين، ازاي ده بيعتبر ان هو اشاره قويه بتاكد اهتمام مؤسسات الدوله والقضاء بالتحديد باعاده النظر في التحقيقات واعطاء الفرصه الكامله بما يتماشى مع الجمهوريه الجديده ومسارات الاصلاح السياسي اللي احنا ماشيين فيها دلوقتي؟ يعني هو يعني في كل الاحوال كل هذه القرارات اللي بتصدر والنيابه العامه ليها يعني دور مهم جدا فيها، واللي كلها فيها استجابه من القياده السياسيه للتوصيات، بتاكد هذا المسار انه ده مسار وطني مبني على رؤيه وطنيه لحل هذا الملف. احنا هنا ما بنرضيش حد يعني، وده واضح جدا من اليوم الاول، لا نتيجه ضغوط ولا نتيجه يعني او محاوله للارضاء. احنا بنحاول او الدوله المصريه بتحاول ترضي المواطن المصري في المقام الاول. والمواطن المصري هنا معني بيه كل من هو يعني طالب بالافراج عنهم من قبل، وكذلك المشاركين في الحوار الوطني، لانه الحوار الوطني بيشارك فيه كل التيارات المصريه من اقصى اليمين لاقصى اليسار. وده مشهد يمكن لاول مره تشوفه مصر في العمليه الاصلاح السياسي، واللي ربما بتاكد انه في رغبه حقيقيه في انه يبقى في حياه سياسيه جديده تتناسب مع الجمهوريه الجديده في مصر. وده اللي احنا بنلمسه، وده اللي احنا بنشوفه، وده اللي ربما اشار ليه امبارح بيان المجلس امناء الحوار الوطني لما طلعوا بيان لشكر لسياده الرئيس على الاستجابه للتوصيات، اولا توصيات الحبس الاحتياطي، ودي اتصور ان هي يعني مهمه جدا. ودي مش اول مره يا استاذ محمود يستجيب الرئيس لتوصيات الحوار الوطني. نعم، دي مش اول مره يستجيب السيد الرئيس لتوصيات من الحوار الوطني. طبعا انا بتكلم على التوصيات الخاصه بالحبس الاحتياطي، مفهوم، اللي استجاب ليها سياده الرئيس، واللي هتتحول الى تشريعات جديده بتحاول انها ما تحولش الحبس الاحتياطي لعقوبه. انت النهارده الحبس الاحتياطي في مصر بيتم تنظيمه، وبيتم انه يدينا المطلوب منه بالظبط ولا يتحول الى عقوبه. وده هنا المشرعين يفهموا جيدا معنى هذا الكلام، انه الحبس الاحتياطي لن يكون مطلقا ولن يكون مصدر شكوى في حقوق الانسان،
ولكن هيكون على قد الجريمة وعلى قد الجرم اللي حصل وعلى قد التحقيقات اللي هتتم في هذه الجريمة، فبالتالي لن يتحول بذاته إلى عقوبة. وده بيستجيب أيضا لكثير من التوصيات اللي كانت قادمة من الأحزاب السياسية ومن النشطاء الحقوقيين في جلسات الحبس الاحتياطي واللي أنا تشرفت إن أنا حضرتها يعني. فأتصور إنه هذا الملف بينتهي في مصر، وإنه هذا الملف يعني أمتار قليلة ويصبح من الماضي، وده كله بياخد مصر لتقدم كبير جدا في مجال حقوق الإنسان، وتقدم كبير يناسب يعني تطلعات المواطن المصري وتطلعات التيارات السياسية المصرية، إنه يبقى في حياة سياسية قوية وتتناسب مع الجمهورية الجديدة. وده مسار إصلاح سياسي. إحنا بنشوف النهاردة تراكم بيحصل في هذا الملف، طبعا ما حدش يقدر انه يحل كل الاشكاليات الخاصه بالاصلاح السياسي في مره واحده، ولكن احنا بنشوف تراكم في هذا المسار بياكد يعني جديته وبياكد الاراده السياسيه انه يتم في مصر خلال الفتره القادمه ان شاء الله. نشكرك استاذ محمود بسيوني، رئيس تحرير اخبار اليوم وعضو المجلس القومي لحقوق الانسان.